طبعا تم اعتقالنا من الشغل، وصار حقكم معي في المقر عن شو في حدث صار في بتونيا. أنا مش بعرفش إيش شو صار في بتونيا، طبعا بعرفش شو صار الحدث، يعني أعترف عن الحدث اللي صار. قلت له ما بعرفش شو صار، وصار كل خلص بدكش تعترف تخلص هين في رام الله، بنوديك على مسرح ريحة بتخلص في مسرح ريحة. طبعا ما قلت لهم فيش حدث، ما صارش اشي، لاني بعرفش شو. رجعوني على محكمة في رام الله، مددوني 15 يوم في المحكمة، ونزلون على أريحة. بقى معي أخرى واحد في السيارة، بكلش عارف أنو، بس عرفت أنو في سجن أريحة اللي هو أحمد خصي، بقى معي في نفس اليوم، ونزلوه قدامي. وصاروا صيحوا علي وهجموا علي، بدكش تعترف؟ هي أول واحد نزلناه راحت ركبته، وأنت الله أعلم، أنت الثاني الله أعلم شو سربك، يعني اعترف قبل ما تنزل جوا. صاروا صيحوا علي من برا، هجموا علي وصيحوا علي، دخلوني جوا وبلش التحقيق مع جوا على ضرب. نعم، في سجن ريحة بلشوا حققوا مع أسلحة، قلت لهم فيش عندي، ونزلوا فيه ضرب كوس على الراس، وصار مع نزيف. هو يعني بعد ما تعرضنا للعذاب هذا، وفلقة رفعونا يعني وضربونا فلقة وشبح مشبح، و يعني قعدنا يوم يوم بالشكل هذا.